بحقكم. فأنا جيت سعيد بالحضور اليوم يعني في تكريم ديال ثانوية عقبة من نافع. بصراحة يعني شعور جميل، شعور رائع، ذكرت يعني أيام الدراسة وأيام الألعاب المدرسية اللي كانت قبل. فالحمد لله يعني التكريم كان في مستوى كبير، شفنا يعني مواهب كبيرة اليوم بصراحة. يعني كان الفينال اليوم ديال الثانوية حضرنا ليه، يعني حضور كان رائع كما قلت لك، يعني كاين مواهب. ياسين السبع مدير الثانوية التأهيلية عقبة بن نافع بمديرية عين السبع الحي المحمدي. اليوم المؤسسة ديالنا كتنخرط في الاحتفال الوطني بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد صاحب السمو الأمير مولاي الحسن حفظه الله. وهذه المناسبة هناك احتفالية ديال نهائيات أو لتنظيم نهائيات البطولات الجماعية بالمؤسسة، فئة كرة القدم، كرة اليد وكرة السلة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر النيابة الدار البيضاء عين السبع ومدرسة عقبة على هذه المقابلة الرائعة التي تمت في جميع الأحوال الطيبة، وكلمة الشكر لجميع أعضاء الفريق الذين ساندوني حتى النفس الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم بانوني، أستاذ التربية البدنية إطار أستاذ سيرك ثاني في إطار الجمعية الرياضية. بعد الوباء ديال كوفيد خدنا البديرة باش نديروا واحد التظاهرة رياضية داخل المؤسسة في إطار الأنشطة ديال الثانوية والجمعية الرياضية، وحنا فرحين جدا بهذا اللقاء هذا واللي حاضرينه بعد فعاليات كبيرة. مثلا عبد الرحيم طالب مدرب الوداد البيضاوي سابقا، واللاعب الدولي السابق هشام أبو شروان. شكرا للأستاذ. اولا تنشكرهم على الاستضافه، والتكريم هو نتيجه ديال واحد العمل جبار قاموا به الاساتذه اللي غادروا للمؤسسه التعليميه ولا اللي مازال هنايا. دونك المجيء ديالي اولا كما قلت عده اساتذه كانوا طلبه ديالي كاساتذه. نقدموا له الاستاذ سي عبد الله بن وعين. اولا وقبل كل شيء، مجرد يعني ما تلقيت الدعوه من الجمعيه الرياضيه لمؤسسه عقبه بن نافع فلبيت الدعوه، بحكم اننا يعني في الاصل يعني جمعويين بطبعنا، فلبينا الدعوه ديال المشاركه في هذا الحفل البهيج، حفل اللي كتقام فيه عده تظاهرات رياضيه في يعني في دي ديسيبلين كتار، فولي، فوتبول، يعني الباسكتبول. الحمد لله المجيء تبقى دائما احياء العلاقات الاخويه يعني اللي ما خصناش نفقدوها، واش اللي مابقاش كيتجلى في الحياه الحديثه. ونتمنى لهم بالطبع مسيره موفقه، وكنشكر من المنبر هذا لهذ الاساتذه اللي ضحوا في سبيل التعليم واطروا ورباوا عده اجيال ومازال كيربيو، ومزيد من الصبر ومزيد من 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 من, 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 من العمل. الأستاذ أنزل زاع في ثانوية عقبة بن نافع محال عبد التقاعد، والحمد لله نشكر كل الفعاليات اللي
اللي قاموا بهذا الحفل التكريمي للاساتذه في الميدان التربيه البدنيه او في جميع الميادين. ونحن جد فرحين ومسرورين بهذا اللقاء وبهذا التكريم. صلة وصل بين الماضي والحاضر، وشفنا الأساتذة اللي عشنا معهم سنين طويلة وكانوا زملاء وأصدقاء بل إخوة. شكرا للجمعية الرياضية. كنتمنى نكونوا عندها حسن ظن الجمعية والناس والحضور الكريم، وما تفوتنيش الفرصة إلا باش نشكر الناس اللي سهروا على هذا على التظاهرة باش ديال الثانوية العقبة بن نافع اللي معروفة على الصعيد الوطني في الميدان الرياضي. وشكرا للسي نور الدين الكراكي ولو سات تي في على تغطية هذا الحدث الكبير، وكنتمنى نكونوا دائما عند حسن ظن الجميع، وشكرا. شكرا للجمعية الرياضية. كيتخلل بمجموعه من الانشطه هي بالاساس ثقافيه وتكريميه. لدينا اطر متقاعده في ماده التربيه البدنيه اللي سيتم تكريمها، كذلك اطار تربوي رياضي اللي هو مفتش التربيه البدنيه ومنسق مشروع رياضه ودراسه بالمديريه الاقليميه السيد العربي شفيق، هو كذلك سيتم تكريمه. شكرا على الاستضافه، شكرا على الدعوه، وبصراحه يعني انا كنشكر الناس المسؤولين على هذه المؤسسه هذه، ونتمنى ان شاء الله نزورهم في وقت اخر ان شاء الله. فانا رهن الاشاره ونشوفوا يعني مواهب اخرى ان شاء الله تكون يعني في المستقبل، لما لا، لانه كما نعرفوا يعني تقريبا اللاعبين اللي كنشوفهم حاليا يعني واللي كانوا سابقين فهم مروا من هذه المؤسسات هذو. ف كل الدعم لهم، وحنا راه الاشاره في اقرا في اي وقت.